أكدت قيادة محور تعز على أن الجيش الوطني بألويته ومؤسساته العسكرية لن تحيد عن مهمته الرئيسية التي أولاه إياها شعبنا وقيادته السياسية في الدفاع عن الوطن وتحريره من سيطرة الانقلاب واستعادة الدولة، وأنه سيظل حارسا أمينا لمكتسبات الدولة والتحرير وإفشال كافة المؤامرات والعوائق التي تبرز في طريق التحرير واستعادة الدولة وحماية مؤسساتها. وأوضحت قيادة محور تعز بأن ما جرى أمام مقر قيادة الشرطة العسكرية هو شأن عسكري بحت جاء نتيجة لتدخل سلبي من خارج مؤسسات الجيش أدت إلى تعرض مكاسب التحرير ومؤسسات الدولة إلى الخطر، مشيرة إلى أن الجيش سيبقى قادرا على حل كل العوائق والإشكالات التي تعترض وحدة قراره العسكري. ودعت قيادة محور تعز الجميع إلى دعم الجيش الوطني، مشيرة إلى أن حالة الحرب ما تزال قائمة، ما يستوجب قص الصفوف والوحدة لدعم الجيش بدلا من إرباك مسيرته أو رمي الإعاقة في طريقه. ونوه بيان صادر عن قيادة محور تعز إن الجيش محكوم بقيادته العسكرية في قيادة المحور والمنطقة العسكرية الرابعة وهيئة الأركان والقيادة العليا للقوات المسلحة، ولا يقبل مطلقا أي تدخل في مهامه واختصاصاته خارج تلك المؤسسات. واستغرب البيان من محاولات البعض تغيير مسار الواقعة بهدف توظيفها لتغطية جرائم الاعتداء على مؤسسة الجيش والأمن والتفريط بمواقعه ومؤسسات الدولة وأكدت قيادة محور تعز إن الجيش سيتصرف بكل حزم أمام من يحاول استهدافه أو استهداف وحدة قراره أو تعريض مكاسب التحرير للخطر ومؤسسات الدولة للانتقاص. وعبرت قيادة محور تعز عن رفضها بشكل قاطع الإساءة إلى أي من أفراد وضباط ومؤسسات الجيش، وأكدت أن المؤسسة العسكرية قادرة على التعامل وفق ما تقتضي القوانين والأعراف العسكرية في أي حال.